sabe que éramos futuras nessa língua. Passando na parede. Na parede, água. Onde será? Onde babacaré? Vou, vou! عندي الخدامات 24 ساعة 24 يا 24 ساعة عندي مسكارات اخ عليك ليش هالشكل انت؟ لا اخ عليك اخ عليك 24 ساعة دواركا دواركا شو كان يقولكم؟ نعم شو يقول؟ سارة؟ ايه واجد فرحان يا سني شو قلت له؟ اللي بياكل ساندويتش سمسمويته بعد صباح الخير صلوحة يلا تعالوا وعي علين زين زين صلاح ما فعري لك ارفعها بينش خلاص ما بتصير تبعنا نصير وعي لا تشري حتى ما ينش ادخل عليه على غفلة زين فعري لك لا تسحبها لا على هو لا تسوي حسن زين قم 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 ريحة صلاح ما شي ريح عيب برفان برفان يلا قم 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 يلا 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 قم صلاح صلاح وقع بطريقك طريقتك باقل يلا شو قول له وقع يا عارف هذا عارف الماي ايش سمعت ايش يقول لك؟ بجيب لك ماء وبصب عليك يلا صلاح يلا صباح الخير وات از ذس؟ ذيس از خليع ها؟ وات از ذس؟ خليع 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 ما ادري خليع مع وان بيض اها وان بيضه؟ ايه تشيز حروم هي عرفت تشيز بعدين في وزبالام بقدونيس شبات زين زين هذا ابوي محل ريوقين ها ريوقهم هم عادة البيت وهذا باجل ما شاء الله الباجل له وهذا ما شاء الله من مال الدب الطابة هذا يعني الله يحفظكم سندويتشين اليوم شحر. عبارة عن شوي جبنة حلوم وخليع الخليع اللي هو اللحم اللي يبون من المغرب شرات البصل مو ما بصل منه وتسعين بالمية شبت بقدونس وكزبرة تسعين بالمية يمكن وارمات كل واحد كم متر غالي كل من هذا وغالي يعني نوع من أنواع التغيير شيء زين ترى الدباب خلينا ناكل يقول لك للسفر عدة فوائد من الفائدة اللي أمس من الفوائد السفر الأمسي اللي في باكو يوم يقول لك سندوي لحم بعجين يحطون ريحة اللحم وريحة العجين لكن تسعين بالمية خضرة اللي هو بقدونس وكسبرة وبقل وكرات وشبت الأشياء هذه في يوم جيت طبقت الشيء هذا 90% حين منه بقدونس وكسبرة وشبت و10% بين قطيعات الحيمات الصغار عن الرايب وجبنة حلوم يعني وايد يطلع قيمة غذائية زينة وخفيف يعني أهم شيء أنا الصمون بني ومجوف مشلول من هالشرات القطن العين يعني ما لازم بس القرف اللي فوق وهذا المحله والدنيا هذه ويه عرب وبي غيري انا سادي واحد اسمه صلاح بسم الله الرحمن الرحيم صلاح قول لي بلاك تاخرت هالكثر والله ساعه ساعه وين ساعه ادور ادور خوف ادور ساعه باسي ادور 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 ما اسمع الله بسمع لا اخبار ساعه ازود هنا يقول لك ساعك عنده تاخرت يعني يقول لك ساعك شلها من الطاوله عنده دوي يا لدوي ساعك ساعك الساعه بتاعتك عنده في جيبه يقول لك لا تتروع موجوده لا تخاف ما تتخضش خطك خضك كيبل كهرب 260 فولت خلص 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 الله صبحك الله بالخير يا ابو محمد ميدو 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 مصر يقول انا ميدو يقول اول من سوى الاهرامات انا
أول من طير. الله أكبر. بتقول إيه؟ ها. زي سلم على الرجال. أكبر فلاح هذا. أكبر فلاح. فلاح مش فايد. فلاح صواني ها. باخ من الصينية. زين. سلم على الرجال. يا جابك الصبح التحالي. ها؟ الصبح الصبح. ليش الصبح زين شو فيها الصبح؟ أشوف وجهك على الصبح طالع ياك ييتر ييتر سؤال تو حق صراحة أنا بيع خليني بيع خلي بيع سيارة هاي بيع عربيتك العربية دي هتبيعها؟ إيه بيع بكام؟ ما أعرف كام يعني أشتريها أنا؟ وين في الطيارة؟ كم يعني بكام تعمل كام؟ 5000؟ 3000 ايه؟ 3000 صلاح ليش بس 3000؟ 5000 10000 عاد 5000 لا قول 5 5000 3000 انزين 10 10000 3000 20000 3000 لا لا ما يسوي 3000 لازم الرقم اول 20000 3000 لا حبيبي اللي انت قلته بالظبط 10000 قول 10000 3000 قول 3000 3000 برضه 3000 النشيد النشيد ماما بوق لا 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 ماما زمانها جاية وق وق بعد ايه وق وق بعد شوية جايبة لعب وحاجات ده بيض كده جايبة معاها شنطة فيها بقرة بيقولوا بقرة وق 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 يا خراش على الجمال يقولوا لي بلاك تعامل علي بهالنمونة تتمسخر وتسولف وياه بهالطريقة ابوي هذا ما ببروفيسور هذا انسان عادي الإنسان العادي بيخلي عادي مش مجنون وما وما بيلس أنا ألقط لي من الرقعة وادم بقول هذا البروفيسور الآن هذا أستاذ الجامعة هذا العضو المنتدب وهذا أبوي هذا حمدون وهذه خلاجينة ما رومش ذبح العرب أجيبهم واحد ما يعرفون وأقول هذا فلان الفلاني هذا أصله وهذا فصله ما في أخاف عقوبة الله سبحانه وتعالى رب العالمين بيحفيني أني أنا أكذب على العرب أرويهم شيء والحقيقة شيء آخر ما يستوي هذا حمدون وهذه شو خلاجينة ايه خلاجينة دي يعني هدومه لا انا اقصد ايه ان انت بتقعد مع انسان عادي بسيط تتكلم تضحك مش مكلف مش بتتصنع مش قضية مصري ولا غير مصري ايا كانت الجنسية الحين العرب الحين الناس يوم تشوفك انت يعرفون انت شو اصل ما في لو اقول لهم اللي اقولهم الناس مش مينن فالناس عندهم مخ يعرفون هالآدمي منو هذا ليه وياه ما بلقط لي تلاب الساعة وبقوله ابوي هذا الشيء الفلاني وهذا ابوي ما ادري شو الفلاني ما يسمع لا وانا كمان اجيب حد عاده معايا يخنقني ولا ديني انا عايز انسان عادي واي نعم انا بخنقك وبضايقك خنقك عندهم بالمصري يعني اللي ضايق اللي ضايق خنقني يعني ضايقني لكن هي يعني كان هذه سنو رعمان حطيت ثمن وزن ثمن ترى هذا هو كله صلاح صح ولا لا صح شكفنا نمره واحد هي والله ولا يبي واحد ولبس بشت ولبس خنيق وخليها على يميني وترتر به واقول ابوي هذا العلامه فلان الفلاني هذا جهيمان تعرف جهيمان منو؟ لا هذا اللي كل يوم في الحرم مطلقين النار مسري ما يدري منو هي والله تعرفه؟ لا في شبه منك كان تبصد اكيد هي طيب ان شاء الله ودرت هالريجات كلها اللي موجوده وعزرت عليهم يسوون لك هذا ليش؟ لا يعني قالوا لي ده حاجه قريبه من المصري وهطعمها انت تظاهر من مصر؟ جرب الاكل الاماراتي قال جربته حلو جميل انزين حنيت بقى ايوه دوق كده حق منو؟ انا لا ما اريد طيب ادي المي اكلها؟ ايه اديها لمين؟ انت لسه لا؟
ايه ده؟ كوبري اصلا النيل كله صراحه لا قوي صبر 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 ازاي انا اموت ايوه الحين شيك رقم واحد 100 100 رقم واحد الحين بسيرون عند ابو راشد اخوي خلا الله يحفظكم سلم عليهم اها عن الدنيك نفسك لا لا اه تحمل يا وي ايش هي كدي يا علي الله تجنن 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 شياكه رقم واحد يلا تمام رقم واحد شرف ابو محمد الله يحييك حياك الله مع السلامه خليك لا والله ما تقوم اكيد غير قبلتها اكيد ما يحتاج يقوم قبل ما تغير رايك يلا السلام رديت يمكن على 3-4 مسجات وقلت الحين في خاطري بنزل الموضوع ما دام لك كثرت المسجات برد اكمل الموضوع بطريقه كامله يعني مر على الستوري اني انا يا جماعه الخير اي انسان اتعرف عليه واحس انه دمه خفيف وخفيف طينه اجيب على ما هو عليه على خفه طينته او على لبسه او على طريقته او مثل ما الله خال جنه وهو جايب هالطريقه وهاي هذا اسلوب الكاركتر ماله حياته النمونه يقول لي ليش تعامل انا من عرفت علي واشكال علي اللي اعرفهم بهالطريقه تم معاملتي وياهم بهالطريقه ما اقدر ما لا اجيد طريقه التمثيل لا اجيد حياه التصنع لا اجيد اني اقلد انا ما احب اقلد حد هاي حياتي من الله خلقني من يوم انا ياهل وحين بصك عمري 60 سنة هاي طريقتي لا أقدر أغيرها ولا أريد أغيرها لأنها متماشية بنمط حياتي وأسلوبي لأن أسلوبي ما في تمثيل حياة أنا ما بي حد جنقلي وبقول عنها من صفوة القوم هذا هو هالنمونة مثل ما يعاملون أهله وطايفته وفي مدرسته وفي بلاده ومثل ما عرفته أنا أول بادي هاي نمونة معاملتي وياه ما بروم أحزم بمحزم وحط على سابعة سكتون ترى مكود المحزن موجود والبشت موجود والسكتون موجود المسجب بعب موجودة حتى الرصاص مال المسجب موجود انزين وبقول هذا يا مهني يا مهناك لا يا ابوي هذا ابوي حمدون وهذه خلاجين ولا روم غير لا في ولا في غيره انا لا اجيد طريقة الخقة ما اعرف لها مش ثوبي ولا بملبوسي ولا اقدر اغير ما اقدر اجيب لي وما يجيب لي واحد من زبانية النار وخليه يمشي تعج قدامي ولا أقول إن هذا ولد الزناتي خليفة هذا ترى معروف شو يعني طاحوا بيطيح كيف تكلم ضيف لا يا أبوي الضيف أنا أحشمه وأكرمه إذا كان حشيم لكن إنسانا من الوادم اللي هو كاركترها النمونة مصر أبوي بملايين العرب فيها النيجر فيها ملايين الناس فيها من كل بلاد فيها مليون جنسية أنا أحب أمشي مع النوعية هذه أحب أسولف مع الإنسان اللي ياخذ وياي في الكلام أجلس مع واحد يصبحني طال عمرك ويمسيني معاليك إن شاء الله حددني ويقول لي انت فلان وانت يدك كاسر الصف وانت تركب الخيل واجف هذا بيقص علي انا ابوي ما بمقصه اخلي واحد ما يسوي شف طعام يقص علي انا لا يا ابوي ترى كل انسان يعرف عمره بيجيب لي واحد يالف علي قصص ما شيء كالف لا والله تم مثل ما انت وكل انسان ابوي يعرف عمره وياركم الله شو تسوي انت؟ What are you doing? I'm making this tea for you. This is the green tea. Yes. Powder green tea. Yes. هذا ابوي يبونه من الصين. هذا الله يحفظكم. اي من الصين من اليابان. هذا ابوي green tea هالنمونه. ويشرخونه لين هذا منه ويزايدون بمدافي عاد. يقولون بي يا حبيبي النبي يقولون انه يخف الشحوم ويطول العمر ويغدي الواحد فنان ودمه خفيف ويخوز الاكتئاب. ويخفف طينة اللي بوي دمه ثجيل يشرب من هذا بتغدي طينته خفيفة يا ربي النقمات ما كثرها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. أنا أصلاً كنت وصلت، المكان المنشود اللي هو نادي الضباط. نادي الضباط يعني الله يحفظكم، اليوم في حدث مميز، في يعني الله يحفظكم حفل استقبال مقام بمناسبة عقد قران حمدان بن شايع بن أحمد بن حامد آل حامد على كريمة ناصر بن أحمد بن خليفة السويدي، يعني الله يبارك لهم ويألف ما بينهم يرزقهم الذرية صالحة ويتمم عليهم على خير. وأهم ما في الموضوع، أن أبوي حفيد العروس معالي أحمد خليفة السويدي، هذا أهم ما في الموضوع. واللي يوازيه في المستوى أنه حفيد المعرس أحمد بن حامد آل حامد، الله إن شاء الله يجمع ما بينهم ويحفظهم، يطرح إن شاء الله فيهم البركة. المفروض انا اللي اصور وياك، ما في تصورني ايش حق لا خلينا تبارك تبارك والله ما صور بلاك اند وايت. لا 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 ما في ما في ما في عنب وادر السفر واصير يسمونه قمر 14 واصير الظلام 27 ما يستوي ابويا. اقول لك بس عادي بان الصور على هذا هذا الحين فيديو يا ابوك مكبره الله عفوا تبارك الله خليك. Thank you.
كذي. سويت عليك زوم مرة ويهك دخلت بالكاميرا أدبتك لا. إلى الله يحاولك. خاطري اصور المصورين، حد يروح يصور المصورين؟ Thank you.
مرحبا مرحبا مرحبا، هلا بالورد والله، والنعم 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 والنعم. مرحبا ابو ثاني، مرحبا ابو ثاني، مرحبا مرحبا ابو ثاني. اقول لي صوره وياك ان شاء الله. شايفني الحرمات ترى صوبك زين سعيد، مره ما يهمك. مرحبا مرحبا ابو احمد، مرحبا 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 ابو احمد. نعم مرحبا مرحبا مرحبا. عندك صالح؟ تعرف هذا صالح؟ يلا يلا تعرف صالح؟ شو تصور؟ اعرفه نعد نعد زين. يلا احسن عن كيف عاد شيء. العود العود السلام عليك. خشبه يا لك تعرف. امين حاكم سلم كيف الحال؟ انا غانم من برا. هي عرس شعبي عندهم. الله اكبر عليك. وايد لمينا من الصبح مصور. مرحبا والله.
هذا يوم يقول لك أمة الثقلين. هذا حين المنظر اللي أنت شفتوه هذا يوم يقول لك أمة الثقلين. لا حتى في الدنيا هذا هو. اللي خاري أكثر على اللي داخل. اللي خاري. شوف وقت هذا وقت انت تسجل حق عرف الريال هذا وقت عاد عرف الريال هذه المرة ما بوقت الحين قاعد اسجل والصوت كله ظاهر الحين هاي ثاني مرة بس عاد عليك لا حلوة مرة واحدة عشر مرات مش حلوة شو رايك شو رايك انت لا الحركة حلوة مرة واحدة عشر مرات يسوي دمها تجيلي يعني بخبرك
الله يحفظها هذا البركة عادة والله 20 سنة 25 سنة ما سوى لي دعاية سوى حتى هو كلمة تاني حتى مرحبا مليون مرحبا ابو نهيان مرحبا ابو نهيان مرحبا ابو نهيان هلا بالورد هلا بالبركه هلا بصديق الطفوله الله يحييك ويبجيك هلا
يا اخي بلد هذه بحتنا هر يا اخي يا اخي لحظه يا اخي استاذي بعد لا تعلي حسك شوي شوي الحين اربع افلام كل مساحة وانت السبب صوتك نشاز يا ربي يا اخي عالم تبارك الرحمن اللهم زد وبارك اللهم زد وبارك من جيت للحين المعرس ما رمت اصور العرب هذول اقول لك نفس الكلام ايش تبغاني اسوي يعني؟ شو المطلوب؟
اصريت اني اصور وياك. الله يسلمك. ليش اسمك مميز؟ الله يسلمك. ما راح تسلم ولا شرام. الله يسلمك. من هالبين تبين ادري عن وين شو ديره. سرك وين مقطوع؟ سرك وين مقطوع؟ ديره مقطوع. اشكر انك الله يحفظك. شكرا لك. خليت بسم الله الرحمن الرحيم. علي المصري بزي الاماراتي سيرت ان شاء الله عليك. بارك الله فيك يا علي. ما شاء الله عليك غادي فنان. يا سلام يا سلام. لا ترى اعول عندك خبر. يلا سلام. يلا انت ما خبرتني عن الضريبه وانا مسكر تليفوني. شكلك خليتك. الله يسلمك. كم فلور عندك؟ كم استعشرنا؟ كثير. ربي العالم. ما شاء الله ما شاء الله. ما حد في الدنيا. مرحبا بالمعرس. مرحبا مرحبا. وجه وايد دخلوا.
قلت يا ريال ما شيء في فايد له النموذج. هذه الحرمة ما تصلت فيها فايدة. يا لك. شيوخ قالوا ما بيون أخرب. المشكلة ما حد يخرب حتى تسجيل إلا الذئب، هاي المشكلة. مرحبا مرحبا ابو سعيد، مرحبا، الحمد لله على السلامة. مرحبا ابو علي، الحمد لله على السلامة. ايش حالك؟ لا خليت منك، كيف انت؟ الله يسلمك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليهم.
شيخنا هيام بن مبارك. سمعتك بث مباشر بعد احسن مصور الخاتم. جزاك الله خير. لبي اشكر فنك ما شاء الله ما شاء الله على ابو يعلك تسلم يعلك تسلم تسلم تسلم
يا ربي وين السكس باك بنقرونه؟ وين السكس باك؟ لا إله إلا الله ضعت. الله يسلم أطول بعمرك يحفظك يا أبو أحمد. حاضرين لا 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 عاد المعرس معرس لازم نصور. ايش حالك؟ لا خليك حالك كيف انت؟ الساعة كان والد هني حاولت اصوره شارب غرب كل ما بغيت اصور افتكرت ما عرفت وقت الحين الحق اصور الولد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم. عليكم كيف حالك؟ ها وين طحت به؟ هو السناب عنده كثر ما اشوفه عرفته اطمئن عليه عقب الحلول. ابله حلول حلول وحيب حيفه وديتين ماكل حيف مرتين والله ولا عول ما بقى شيء من الفول. اي نعم في هاي صدقت مش لازم حلول بعد عايز معجزه. لا بس صح والله فارد انا كنت بتصدق والله كنت بتصدق بتعلم الخطه كيف اسوي. اي لا زين سوي لا زين زين بيض الله الخلطه العمليه. لا لا هاي خاصه يعني حتى انخرط قد بطنه في ظهرك حتى ضعف. لا خالد هاي يسمونها سلك المسائل. اي زين خلاف 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 السلام عليكم مساكم الله بالخير. خلصنا من هاك العرس الفنان ويينا انا ويا علي باشا. علي باشا رقم واحد ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا علي اخراجك وتنفيذك يا ابو ما شاء الله عليك. تعال تعال يلس شويه اريدك. الحمد لله انك ما فضحتنا شرات البارحه واخذت حلويات وما ادري شو سويت حلويات لي ثاني ما اخذت امبارح. خلاص الحمد لله الحمد لله. زين ها شو اللي داخل مخابيك كثير نفخ؟ ما فيش حاجه. ها؟ ما فيش حاجه يا راجل. مخابيك منفخات علي؟ لا الاوراق اوراق الهويه. صدق والله لميت بعد الحلاوه؟ ايه اخذت حلاوه؟ ما اخذتش. غيبه شوف شوف حط يا ويلك من الله خلهن عاد بشوف كله بعد زياده اخذت اشوف اشوف عاد هاب مسا هابي خلت بسرعه يلا شوف بسرعه بسرعه. انا ما اخذتش حاجه ابدا يا رجال بعد بعد يلا خلص حيخلص السناب يا ولد الحلال. القيب الثاني ما فيش كذاب ما فيش علي هذا كيلو حلاوه ما انا رايح اوزعهم بقى في الفرح الثاني. يعني هذا تاخذ بتوزعهم بكره الفرح في مصر بقى اليوم دي حلاوه الفرح اللي كان في اليوم مره. يا الفضيح يا علي متى شليت هاي؟ كل شويه اقوم اقعد على ترابيزه شويه اخذ اثنين ثلاثه ادور عليك اقعد على ترابيزه. هل انت مبسوط وعقبك طريقتي انا ولا متضايق منها؟ لا والله بالعكس
ده انا بنبسط انبساط كبير وبنضحك اكتر وليا بعرفك بغض النظر عن السناب ولا حاجه. انا طريقتك معايا في الحوار معايا كعلي وخالد احنا كده من امتى؟ من يوم ما عرفنا بعض. يا كم سنه؟ من سنه ونص يعني. اوكي لا صدق عليك 10 سنين والله. هي من 10 سنين يعني تخيل لو واحد مش مبسوط مع حد مش هيستمر معايا يعني. هي يعني انا هل اني اتعمد اني انا اضايق كل شيء؟ لا لا لا, 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 لا. خد... يعني انا كنت خدت شوكولاته كنت قلت لك انا خدت. انا ما خدتش شوكولاته. قول لي لو ما خدتش شوكولاته. قال 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 نصورنا الخالد ما راح يصلي. خالد يبغي صورة. حاضرين حاضرين. نعم. يا وين تلفونك؟ تلفونك وين؟ تلفونك. وين تلفونك؟ يا لا خلي التلفون خالد. لا لا بس طار شو نحن بنحطها نحن. جهاز عنده سامسونج ولا انت؟ لا سامسونج. لا سامسونج احسن كاميرا. كاميرا يعني عاده الابل احسن. انت على كيف سوي دعايه؟ لا 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 موجود. بارح الله يحفظكم من عقب العرس قوم خنجي. وصلت البيت المغرب صليت المغرب وحطيت راسي وانا بطيح شوي ولا نشيت لين الساعة 11 في الليل فما صرت الجيم. عاد اليوم يوم عرس قوم مبارك بن شايع الله يحفظه ويبارك لهم صلبت عمري غصب زور. صلبت عمري غصب زور قلت ابدا من صليت العشاء سيدي في الجيم. جلست الحبيب وياي ابو عبد الرحمن. ايوه زيك هو ويهت الجيم ان شاء الله اني بخلص واسير البيت وبحط راسي وبرقد. وبعد لم وعد الخبير اليوم خبير السناب ابو غنام. سلام عليك. السلام ورحمه كيف الله. حالك؟ الله كيف انت كابتن؟ تعال ياي. لا لازم تجي. تعال لا تعال ايه تعال عاد عندنا كابتن. شو الريان؟ الريان مين هذا؟ انا ما عليك مني انا. تعال الله يكرمك. الشات حيل ولا لا؟ لا ترحمه. انا عملت تيست ما شيء لعبه. سبع ابوي هذا هاملي. الله يكرمك. الله يحفظك. في خاطري بي الجيم بلقط ما في حد الساعه 9 ونص وما شاء الله ولن من لين عيله. ما شاء الله ما شاء الله ما تصور لأي درجة أتنومس يوم أشوف الجيم في هالكثر العالم. شيء جميل يوم تلقط العالم كله مهتم بعمارها وكلن مهتم بنفسه وكلن يبى الرياضة وكلن يبى التمرين وكلن يبى يغدي رياضي حتى المتان الضعاف الكبار الصغار. شيء وايد جميل يوم تخلي التمرين لايف ستايل ولا والله يا ابو اخوي اني جاي التعب لي في الدنيا كله فيه. لكن قلت ما يستوي امس تعايزت اليوم بعد تعايز قلت له والله لا تعايز ولا شيء اتوشد اني صلبت عمري غصب زور ابا ما ابا. الحمد لله رب العالمين ان رب العالمين قدرني وجيت. يلا برايكم هذا الحين وعين متاخر عاد اقولكم انا صديت شفت الأوزان اللي هالريال ياسي شلهن هذا الكابتن عاد مالنا. قلت في خاطري ها بيلعب أكتاف ولا بيلعب شيء ولا صدر. ما شاء الله تبارك الرحمن. باي إنك تشل باي هالوزن ما شاء الله عليك كابتن. يا شاء الله ما شاء الله. أول مرة أشوف كابتن أول مرة أشوف حد يشل باي الوزن هذا 20 و20 من هناك 40 والبار 20 60 الواحد عشان يوصل حجم بس
ما شاء الله ما شاء ما شاء الله عليك كابتن. هاي الاثنين ابوي توهم ضامين يدار يا رجل خف علينا. زين ياسين حينه نعم تمرين هي اهم شيء نحشون شو تديله في العضل. العضل الله يسلمك يوم انت ما بتاكل تغذيه زينه العضل ما بينقع. عندك ثلاث اشياء هي اكل نعم نوم تمرين صح. اشكر فنك ودواخه حد مكو... يعني دخونته لو لا الحمد لله. انا رياضي من عمري 9 سنوات تبارك الرحمن يعلى الله يحفظك. وهذا الحبيب هذا الحبيب معلك المرنة اليوم اشكر فنك شقه شق عطه الضو انت دقه بالحديد الفنان كابتن سلام عليك كابتن الحبيب الحبيب سلام عليك كيف حالك كيف انت بارك الله فيك في خاطري اصورك وصورتك اي خلاف ولا بارك الله فيك على الله يحفظك ما شاء الله عليك مستمر وجاد في تمرينك يوميا اشوف تتمرن على الله يحفظك يبارك فيك. من الاخطاء الكبيره اللي الشباب مستمرين فيها اغلبيتهم يعني تقريبا اكثر عن 85% من رواد الجيم اللي انا اشوفهم يعني من كذا سنه اكثر من 80% تقريبا اذا ما ب 90 ولا اكثر عن 80 ما يتمرنون ريول تمرين ريول ما شيء ايون يتمرنون باي تراي ظهر اكتاف صدر الريول ولا يسكون تنقط الواحد من يجبل عليك التحرك كينج كونغ كينج كونغ هل يتعلون اللي يظهر في الكب على البناية في أمريكا في أي بناية امباير سيت شي صدره اي من سلاحه في اللنجة والريول تحرون هنديسان حرامي هنديسان ما يتشاهدا محاور جدا رويلات قاديات عصادين ما يتمرنون ريول مهتمين بس الشو يوم يمشي الواحد التحرب يرمسك بصدره ها 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 يترامى يجي والله جليل اللي يتمرنوا الريول قال يا عادة زين أول بادي أنت منو عبد العزيز لا اسمع مزاحمي عزيز من عبد الله مزاحمي هنا والله منهم يقولوا لي أنت مصارى رمسني أنا ودهم مصارى نعم مصارى أخبار الفلي والله الفلي رقم واحد انزين شاركت في الترميم ولا؟ والله الترميم من بعيد لبعيد وياهم. ايه وياهم قلبهم غالبا بس عشان يدرون ابو ظبي. يا سلام اللي ابو ظبي ما يساعدون. لا نسير وياهم افا. احلف. مكاننا. اي والله. قدرت شيء سويت شيء شليت طابو. ما شليت بيده. طب ما شيء فضحني. لا لا اقول انت تقول الحين سعراني. سعراني اللي رمسه. لا لا. سعراني ولا حطيت يك في الفلي. لا لا حطيت. احلف. قول والله. والله وياهم. اشوى سيقتني. اشهدوا يا اهل سعر على ولد مزاحمي ترى قال ابوي نحط ايديه وساعد وشل وحط وحفر وصلح وما خلى شيء ما سوى ما يندرى بعد اقول لك خبرهم قول للذهب منو يرمم هناك زين قم ماشي منه ها الله يحاول بتينا الردود بتينا الاخبار بتينا الاخبار بنرمس بها الله يحفظك بيجاوبونا بيها الصحراء كلهم اليوم بتيك العلوم